جسد الإخوة الريس أبرز صفات العطاء، ورجعوا هذه المرة بمزاد خيري. جميع ريعة راح يكون لصالح علاج أطفال مرضى السرطان، وهذه المرة تحديدا زرناهم، والتفاصيل تتابعونها في هذا التقرير. طبعا المعروف لا يعرف، سعود، بدر ومحمد، وعلى صغر سنهم بدر ومحمد وسعود، إلا أن الكفاح والعطاء يعني جسدوه في أكبر صورة في المجتمع البحريني، يعتبرون يعني مشروع مميز بدر بوتاي. طبعا دقائق تفصلنا عن هذا المزاد الخيري، وجميع ريع هذا المزاد راح تكون خيرية. شنو مشاعركم بعد يعني باقي دقائق معدودة، شنو مشاعركم مع يعني قربكم للرجعة القوية؟ هالشعور ما ينوصف، شعور جميل فيها السعادة، تبين أن الناس يبون يساعدون الأطفال المرضى اللي يستاهلون كلها سعادة. بدر خبرني أكثر، شنو استعدادكم حق هاي المزاد؟ هالمرة استعدادنا أكثر لأن المتابعين أكثر وفريق بدر بوتاي أكبر، حاولنا نرجع بقوة عشان نشكر الناس اللي وقفوا معنا. سعود أنا بسألك أنت وأبيك تجاوب نيابة عن بدر ومحمد، شنو اللي تتمنونه في هاي المزاد؟ نتمنى أن الله يوفقنا ونتمنى النجاح، وإن شاء الله نوصل المبلغ اللي نبيه. كل التوفيق يا رب بسعود وبدر ومحمد. أنا لازم أروح وراء الكاميرا عشان أشوفكم وأشوف إبداعكم وتميزكم. كل التوفيق لكم يا رب، ننتظر الأحسن والأحسن ونتوقع منكم الأفضل، وانتو قدها، يعطيكم ألف عافية يا رب. بسم الله توكلنا على الله. نبدأ المزاد. هاي التيشيرت الأول بوتاي وردي حق عمار 5-6. يلا نبدأ بسم الله. دقيقة واحدة. خالد 30 مين يزيد، باقي 30 ثانية. أحمد 70، باقي 15 ثانية. علي 130 مين يزيد، باقي 10 ثواني. عبد الله 150 2، عبد الله 150 3، عبد الله عند التيشيرت.